في هذه الليلة في هذا المكان، وفي الصباح بعد أداء صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، يقطع المسافة التي بين المزدلفة وبين منى، وبالذات وادي محسن، قدر استطاعته وقدر إمكانه في وقت بين طلوع الفجر وبين طلوع الشمس. وبعد ذلك يتجه إلى أعمال حجة أخرى، وهي عبارة عن أعمال اليوم العاشر. هذا اليوم العيد الإنسان يذهب إلى رمل، يعني يخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، ولذلك يفضل دائما لما يوصل المزدلفة يكون في أطرافها حتى يكون بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، ثم لما يخرج يلحق مع الزحام مع كذا، ثم يذهب إلى رمل مرة عقبة، ثم بعد ذلك يذهب إلى بعد أن يقوم برمل مرة عقبة يذهب ينحر ويكون في السابقة مع أخذ حصيات صغيرة، سبع حصيات فقط صغيرة، ويرميها كما أمر الله صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أن ترمى بهذه الطرق، وإنما ترمى يمسك ويرميها ويكبر مع كل رمية، ثم يدعو الله عز وجل بما يحيى، طبعا هناك أحيانا مكان ما يدعو لها، يدعو حتى خارج على ذلك، حتى لا يزرع أو لا يؤدي أو هو ماشي يدعو الله عز وجل، ومما يتيسر له في كيفية الرمى حتى يتأكد أنه قد رمى ويتجنب الأحد وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يعود إلى إذا كان طبعا على الجنة التمتع هذه، ثم بعد ذلك يحلق ويلبس بعد ذلك المخيط، ثم يتوجه لطواف إفاضة ويعود بعد ذلك المبيت في منى أيام العاشر والحادي عشر طبعا، واليوم الثاني بعد ذلك يوم الحادي عشر يرمي جمرات ثلاث، كل جمرة سبع حصيات بعد زوال الشمس، يعني عند دخول وقت صلاة الظهر، ويبيت ثم في اليوم الثاني عشر من تعجله في يومين أيضا يرمي جمرات ثلاث، ثم بعد ذلك لا يتأخر دائما إذا تأخر يجلس إلى اليوم بعد ذلك الثالث عشر، ثم يذهب إلى مكة وهناك إن بقي أو إن ودع البيت عائدا إلى داره. أما بالنسبة إلى كيفية الرمي، فكما هو مشاهد أنه يجعل مكة المكرمة عن يسار، وأما منى تكون عن جهة اليمين، وهكذا ويرمي باليد اليمنى، هكذا يكون الرمي. والآن يعني قد كل مشهد هذا هو قديم نوعا ما، ولكن الآن أصبحت يعني مساحة الجمرات أكبر من هذا بكثير، ويوجد مكان واسع للرمي والحمد لله تعالى، فإذا هو يحاول أن يتحرى إصابة الجمرات التي أصبحت الآن عبارة عن جدار، جدار يعني طوله يزيد عن 5 أمتار، أما سابقا كان عرضا كما قلنا عرضا، أما الآن كما ذكرت وأيضا يمكن أن يرمي من الأرض أو يمكن أن يرمي من دور أول أو إذا كان شيء دور ثالث أو أكثر من ذلك، فهذا جائز، ويكون الرمي اليوم العاشر لما رواه البخاري في سنة العقل، أما في اليوم الحادي عشر يكون الرمي 3 جمرات، يبدأ بالصغرى والوسطى ثم الكبرى، واليوم الثاني عشر أيضا يفعل مثل ما فعلته اليوم الحادي عشر، وإذا كان متعدي ينصرف في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس من منى، حال إذا غربت عليه الشمس في منى اليوم الثاني عشر يلزمه المبيت إلى الثالث عشر، فيبتدي إذا كان مكرما ويتحرك يمكن قبل غروب الشمس، وإذا أراد أن يزيد يوم لا يمنع، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني الحادي عشر من أمره، ومن تأخر يعني إلى الثالث عشر فلا إثم عليه لمن اتأخر، وهكذا تكون هذه الأيام الثلاثة، وبعد هذا يعني يبقى على الحق ختام
احكام حقه وهو اعمال اخرى باقي من الاوقات. الحق طلب المدارس بعد البيت يكون من مثلي فانه لا يعود بالمثلي فانه سيعود، وايضا الى البيت عندما يعود الى الدار بعد ذلك شغل باحتراق او نبيه او ما شابه ذلك، وانما يعود الى داره وفي الطريق يشغل نفسه بذكر الله وتعظيم الله والاستمرار على طاعه الله عز وجل، لانه ادى مسجدا عظيما ورفع من ذنوبه كيوم ولدته معنا ليبدا الى صف جديد يملوها ويملوها بطاعه الله وبالاقبال لله الى الله وبالمحافظه على فرائض الله واصلاح نفسه واصلاح من حوله قدر استطاعته ويستعين بالله عز وجل. وايضا مما ينبغي معرفه ان التحلل نوعان، التحلل الاصغر والتحلل الاكبر. التحلل الاصغر يكون بعد رمي كمال العقبة وبعد الهدى فيزيد الحرام يمكنه ان يحلق او يقصر، والتحليق افضل كما قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصر. الحلق افضل من التقصير. فيجوز له بعد هذا يعني ايضا يقدم اظافره ويتعطر نادرا، ولكن بقي عليه توافق. فبعد توافق قاره يكون تحلل اكبر، فيجوز له بعد هذا الجماع والصلاه. اما بالنسبه للتحلل الاصغر يمنع من الجماع والصلاه، اما بعد التحلل الاكبر وبعد توافق قاره وتوافق الوضع على حاله يكون الناس ما يتزاحم. أوصي لا تتزاحم، الطواف الفاضة مفقود الآن واسع، يمكن يطوف يوم الثاني عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، قيل العشرين، لماذا يعني التزاحم؟ هو عادة يكون الزحمة في الأعمال محدودة المكان والزمان، لكن معظم أعمال الحج يكون الزمان محدودة للسفر. رمي الكاميرات الى الدين قد يجوز يرميها تبع الحرج، لكنها لا تبقى قبل الزوال. ماذا بقي من الزحام؟ لا يوجد حدود الحكم يسر وسهل. وهكذا عندما يختار بعض الاوقات المناسبه يستطيع ان يقوم باداء هذا الحج بارتياح وسهوله ويسر. هل عندكم استشارات ومنفعات ومساؤلات واستطراحات؟ تفضل عن الحج واعمال الحج. ونتمنى ان يكون احد معنا قد المجال الطبي، ولكن نظرا لبعض ما تيسر. فهذه هي اعمال الحج وواجبات القراءه. بس هناك نضيف ان الحج يعطي الانسان فوائد عظيمه، من ضمن هذه الفوائد المستوشع عنها النظام. الحج له مواقيت له اعمال، كل عمل له وقت معين. تعود الانسان على النظام مثلا الحج يبدا بشهر معين، الاحرام من مكان معين، الطواف من مكان معين، السعي من مكان معين، وهكذا ايضا المبيت في ايام معينه، وفي ايام عرفه، ايام منى، اماكن للهدي، وهكذا يعلم الانسان النظام، يعلم الانسان التخطيط، تخطيط العمل، يعلم الانسان اخفاء الله، يعلم الانسان الاخلاص لله عز وجل، يعطيه فوائد عظيمه للانسان يعيش روحانيه متميزه، يعلم الانسان يحسن الانسان بقيمته في هذه الحياه، وان ارقى الكائنات الحيوانيه لانها يسمو بنفسه من القدره لله عز وجل، ايضا يستشعر انسان عظمه الاسلام، كم من انسان يسمو بالمخلوقات ويخضع للمخلوقات، يقول الاصنام